بونسوار. أعلنت شركة إير فرانس KLM والبنك اللبناني الفرنسي عن شراكة استراتيجية لتقديم بطاقة جديدة لزموناتها بلبنان، واللي بتجمع بين فوائد بطاقة فيزا وفوائد برنامج مكافئة فلاينج بلو الخاص بمجموعة إير فرانس KLM. وبتسمح البطاقة الجديدة كسب المزيد من المايلز على حساب فلاينج بلو عند الإياب بمشترياتهم والاستفادة من فوائد استثنائية بالإضافة إلى خدمات أخرى. وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال مؤتمر صحفي بمتحف روبير معوض ببيروت.